مشاهدي الشروق مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قوس قزح. قوس قزح برنامج بيتجدد، اللقاء معكم كل يوم خميس الساعه 5 مساء. فقراتنا لحلقتنا الليله هنبدا بفقره بالهنا مع خبيره التغذيه دكتوره سهام جريتلي والماء وفوائده. وفي فقره باترونات موهبه واعمال يدويه عن صناعه العطور السودانيه. وفي فقرة أطياف ومع الخبيرة الاستشارية الأسرية وخبيرة التنمية البشرية أستاذ عفاف إبراهيم، والليل موضوع عن الخوف عند الكبار. وفي فقرة ستايل منتجات جديدة من شركة أوريفليم فيما يخص الجمال والتجميل. وفي فقرة بنفسك الليل هنتكلم عن علاج تساقط الشعر، خليكم معنا. مشاهدي قوس قزح مرحب بكم مرة ثانية، وصلنا لفقرة بالهنا. فقرة بالهنا زي ما عودناكم علاقة التغذية بالصحة، هنتكلم عن عناصر غذائية مختلفة وتأثيرها على صحتنا. خليكم معانا، موضوع جديد في بالهنا. مشاهدي قوس قزح نرحب بكم مرة ثانية في فقرة بالهنا. موضوعنا الليلة موضوع مهم جدا وهي الماء. كل مرة في فقرات التغذية المختلفة بتكلم عن عناصر الغذائية المختلفة وبنسي موضوع الموية، والموية هو من أهم العناصر الغذائية وتأثيرها على الجسم مهم ومفيد جدا جدا. الليلة في موضوع حلقتنا الليلة نستضيف دكتورة سهام جريتلي، مرحب بك في فقرة بالهنا في قوس قزح. أهلا وسهلا دكتورة إيمان. الليلة الماء، الماء وفوائد الماء عنصر زي مهمل بقى في يعني في الأكل السودانية. الموية آخر حاجة غد ما نتذكرها، غد نجيب نستعيد عنها بحاجات تانية مياه غازية وكده. الليلة أنت في رأيك إلى أيات مدى أنه الموية مهمة في حياتنا دكتورة سهام؟ طيب سلام عليكم، شكرا دكتورة إيمان. زي ما يعني سبحان الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، فالماء هي أساس الحياة. وطبعا ممكن الإنسان يعيش من غير طعام مدة 3 شهور، لكن من غير ماء 3 يوم، في بعض الدراسات بيقولوا 5 أيام. فمعناه جسم الإنسان إذا ما لقى موية في خلال 3 أو 4 أيام دي الإنسان حيموت. لأنه بيحصل كالآتي، أول حاجة الجسم هو عبارة عن ماء، يعني حوالي من 50، في بعض المراجع بيكون من 60-75% ده جسم الإنسان من ماء. الأدلت أو البالغ والأطفال بيكون مما بيتولد الطفل بيكون زي 90% من جسمه. بعد ده كله ما يكبر بتقل شوية الماء. فمعناه ده شنو؟ معناه جسمنا كله هو عبارة عن ماء. أيوة. فيعني الخلايا ذاتها المكونة لجسمنا زي ما أنت عارفة مكونة من ملايين الخلايا جسم الإنسان. فالخلايا دي كلها محتاجة إلى ماء عشان تؤدي الوظائف بتاعتها المختلفة، من بناء لاستخراج طاقة لأشياء كثيرة. وعندنا من برضو من الماء داخل الخلايا وخارج الخلايا في جسمنا اللي هو بيمسك الخلايا. والماء عنده وظائف طبعا متعددة كثيرة يعني في جسم الإنسان، وهو مثلا اللعاب بتاعنا ده هو عبارة عن ماء. المخ الإنسان المخ هو برضو عبارة عن من نسبة مثلا أنا عندي هنا زي 75% من المخ خلايا المخ هي عبارة عن ماء. مثلا عندنا تاني ده طبعا بيعتمد على مختلف الريفرنس، يعني مرات بتلاقي مراجع أزيد أو أقل أو شوية أقل. فبنلاقي برضو في الدم اللي هو دم عبارة عن ماء، يعني 83% تقريبا ماء دم الإنسان. عندنا الليمف نودز، عندنا الليمف الخلايا الجهاز الليمفاوي اللي هو برضو عبارة عن ماء، عبارة عن 94%. عندنا في الرئة والهارت، الهارت برضو عبارة عن حوالي 79%. عندنا في الرئة، الرئة عبارة عن 80%. حتى العظام، يعني مرات الواحد بيفتكر العظم ده ما فوقه موية فعلا، لكن هو يعني نسبة بسيطة لكن موجودة فوقه الماء. في بعض المراجع بتقول لك 31%، في بعض المراجع 22%. يعني تلخيص لكلامك ان جسم الانسان عباره عن ماء، يعني من 55 حتى 75% من جسمنا مكون من ماء. تجي اهميه الماء هنا
طيب يا دكتورة سهام، الماء بالنسبة للأطفال وبالنسبة للبالغين وبالنسبة لكبار السن، هل النسب حقت الماء ذاتها بتختلف في اليوم؟ يعني الاحتياج اليومي للماء بيختلف باختلاف يلا العمر. ده بيحتمد مثلا نعم. لو مسكنا الأطفال الصغار مما بتولد الطفل نعم. مثلا قولي من عمره يعني مما أول يوم يتولد لحد ستة شهور قولي نعم. مثلا نعم. ده بيحتاج لأقل من لتر في اليوم نعم. اللي هو بيتناوله عن بيتناوله يعني عن طريق من عن طريق الرضاعة عن الأطعمة بتاعت الأطفال الجاهزة دي يعني نعم. كذا. طيب في فترة الرضاعة المفروض تكون الرضاعة كاملة من غير ما ندخل أي موية خارجية، طبعا لبن الأم في الحتة دي بيكون كافي تماما، مش بيكون كافي تماما لكن ده بيعتمد نعم. اعتماد كبير على درجة البيئة اللي حوالينا أيوة. نعم. لأنه بيحصل مرات تبخر شديد. هم طبعا في نظرتين يا دكتور إيمان نعم. واحدة بتقول ليك الطفل زمان هن بده الموية السكر شنو بيغلوا ليه الموية أيوة. وفي نظرية حصل طالعة أنه الطفل ده 4 شهور ما يدوم ما ياخد ما اي مويه خارجيه اللي فيه حسب منظمه الصحه العالميه ايوه نعم. لكن احنا دائما بنلاقي في الدول الناميه اللي احنا بنعتبر دوله ناميه نعم يعني بيحصل انه اللبن ذاته بتاع الام ما بيكون كافي نعم. لعدم تحصل على غذاء بتاع الخاصه اشياء الطاقه وكده ايوه ويعني يعني بيحتاج في بعض الأحيان إنه يتحصل على ماء خاصة مثلا الأطفال في بتولدوا ب بالصفير ده نعم يعني اليرغان اليرغان نعم. يلا في اليرغان ديل بيحتاجوا طبعا يتعرضوا لضوء الشمس في نفس نعم. الوقت بيحتاجوا لشويه من الجلوكوز أيوة. في شكل ما وبالنسبه للاطفال والبالغين آه. يلا بعد ما بيبتدي الطفل يكبر شويه برضه نعم. بيحتاج يعني مثلا من 7 شهور لسنة اللي هي بدأ بيحتاج لقريب لتر يعني بون 9 من 10 من الليتر يعني أيوة. تقريبا الليتر. أقل من الليتر نعم. وممكن يتحصلوا في عصائر في زي اللي عم بيشربوها كده في يعني لبن. ما إلا تكون مع لا لا ما شرط يعني ممكن تكون موجودة في سوائل تانية جداً. يعني ما إلا كوباية الماء لا 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 الماء يعني. طبعا هي كويسة مفيدة أحسن من حاجة مفيدة لكن ممكن الأطفال بالذات يتحصلوا عن ماء عن طريق عصائر يعني إحنا بننصح الماء دي للناس الكبار في السن عندهم مشاكل لو عندهم سمنة لو عندهم مشاكل يعني مثلا بتاعت أشياء تانية مثلا مرض أوكي لكن بالنسبة للأطفال فهم بيحتاجوا لحاجات بتاع الطاقة فلا يعني بيشربوها في عصائر بيشربوها في لبن بيشربوها فكل ما الطفل كل ما الإنسان بينمو في السن كل ما بيحتاج لموية أكتر وحوجة الكبار أيوة يعني مثلا زي الأطفال من تامن يعني لحد سنة 14 سنة 13 سنة ده بيحتاجوا من لتر لشوي لتر وزيادة والليتر ده يعني شنو كم كوباية تقريبا الليتر ده زي يعني زي 5 كبابي او 4 كبابي نعم. كبابي مويه وما بتكون مليانه تقريبا قدر الكوباية دي اي اقل شويه منها نعم. والليتر طبعا حاسه زي القزايز تحت الصودا دي أيوة. الكبيره دي 2 لتر أي في قزايز نعم. الصودا اللي بيبقى الماء الصحيه دي بتلاقيها أيوة. مرات 500 مللتر نعم ملي يعني 2 منها اللي هم دي بده احتياجات ممكن نعم. يتناول فكل ما يكبر بيحتاج عندنا مثلا في الرجل والمرأة برضو بيختلف حصولهم على الماء بيكون يعني نحن بننصح لحد 2 لتر ونص في اليوم اليوم طيب. زي 8 كبابي في اليوم يعني احنا اصلا موصي انه الناس البالغين ديل 8 كبابي في اليوم وبعدين ما تنسي معلش يا دكتوره ايمان المرضعه نعم برضو المره المرضعه بتحتاج لاكثر لماء واثناء الامراض مثلا في امراض يعني بتحتاج الامراض مثلا زي ناس السكري اللي عندهم سكري بيحتاجوا يعني كميه اكثر عشان اعمل يعني تغسل لهم السكري السكر من الدم طيب بالاضاءه احنا طبعا قلنا العنصر الاساسي في تكوين جسم الانسان عباره عن ماء طيب الفوائد الثانيه للمويه شنو يعني احنا بنلقى كثير انه في توتر بعض مرات احنا ما بقدر يربط انه التوتر ده ممكن يكون سبب نقص الماء الاسهالات الامساكات المزمنه أيوة. برضو بعض مرات ما بيفتكروا انه ده سبب الاساسي نقص الماء يعني أيوة. الامراض كثيره بقدر في الوقت الحالي يعني أيوة. نعم. طبعا عندنا اشياء كثيره مثلا
يعني زي الجفاف. نعم. إذا مثلا الطفل حصلت له إسهالات، حصل له استفراغ، رجع الطعام، فده برضو بيحتاج لماء أكتر. عندك مثلا دايما كبار السن بيجيهم الإمساكات دي. أيوة. ما بيقدروا. نعم. فدي برضو بتحتاج لماء، لأنه الماء ده مهم جدا. يعني الماء مع يعني لو الواحد بيشتكي. نعم. دايما عنده إمساك الوقت كله، فالواحد النصيحة يعني من أنه يشرب له كوباية ماء على من الصباح، يعني من الصباح. دكتور سهام، حقيقة الفقرة مرت معك سريعة جدا جدا، فوائد الماء كثيرة ما قدرنا نحصرها في فقرتنا، لكن نقدر نقول إنه باختصار آخر وصية نقدر تقولها للمشاهد. آخر وصية أنا عندي حاجة مهمة شديد عايزة أقولها. الماء هي مهمة شديد، لكن في نفس الوقت دكتور أيمن هي مصدر رئيسي للأمراض المنقولة عن الماء. لو يعني ما كانت نقية. يعني لو ما كانت نقية، يعني نحن هنا بنلاقي نسبة مرتفعة شديد في 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 الإصابات بتاعت النزلات المعوية. نعم. خاصة بين الأطفال وكده. نعم. والأمهات. فأنا يعني الواحد بينصح إنه لازم يكون في ماء نظيف ونغي. نعم. يتناول. نعم. تاني في حاجة مهمة جدا للماء لو سمحتي، إنه برضو كثرة الماء عندها مضار. عندها مضار. يعني بتعمل حاجة اسمها نقص صوديوم في الدم. في الدم. اللي هو هايبو نتريميا. أيوة. اللي هو نقص صوديوم في الدم، أو لو صوديوم قل من الدم، لأنه بيعمل بالانس. توازن. لا توازن لازم. نعم. يكون موجود. بنقول لك الإشارات العصبية وكذا. فهو بيحصل تسمم للدم. عشان كده يعني احنا نقدر نقول للمشاهد احنا دارين الحوجة اليومية، يعني الزول البالغ دارين له 8 كباب يومية، ما دارين اقل ودارين اكتر. الزيادة بالدور ودارين موية نظيفة، ما دارين تكون عرضة للتلوثات ونظر الامراض. موضوع كان مهم جدا جدا اتطرقنا له معك دكتورة سهام. احنا سعيدين جدا جدا في استضافتك معنا الليلة، واكيد هتكوني معنا في فقرات مقبلة بإذن الله. مشاهدي قوس خليكم معنا، لسه فقراتنا جاية بعد فاصل. مشاهدي قوس قزح، وصلنا لفقرة أطياف، أطياف أسرية، نتكلم عن قضايا أسرية مختلفة، ونتكلم عن جذور المشكلة والحلول المشكلة. وأكيد معانا أستاذ عفاف إبراهيم، المعالج النفسي ومدربة التنمية البشرية. قضية جديدة بعد الفاصل. مشاهدي قوس قزح، مرحب بكم مرة ثانية. رحبوا معي بأستاذ عفاف إبراهيم في فقرة أطياف. أستاذ عفاف مرحب بك. بعد التحية والتقدير لكل مشاهدي الشروق، نخش طوال في موضوعنا. أصلا هو مواصلة للموضوع الفات اللي هو كان الخوف عند الكبار. عند المرة الفاتت تكلمنا عن الخوف عند الصغار، والمرة دي هنتكلم عن الخوف عند الكبار. الخوف عند الكبار أستاذ عفاف بأشكاله المختلفة: الخوف من الإقبال على الزواج وتحمل مسؤولية الزواج، الخوف من الإقبال على عمل جديد وتحمل مسؤولية العمل، الخوف من الأماكن العالية. وأنا جاتني رسائل كثيرة عن الخوف، خصوصا عن الأماكن العالية، عن الطيارات، وبيسألوا عن الحلول، الحلول الممكنة يعني. طيب إحنا نقوم نتكلم شنو؟ إحنا المرة الفاتت تكلمنا عن الخوف اللي هو تكلمنا عنه عند الأطفال. نعم. بس نسينا انه هو الطفل ده ممكن يكبر بخوفه اللي هو شاله من الطفوله وما شبابه لغايه ما بقى راجل كبير او بيت كبيره. نعم. ويخترق كل مواقع المجتمع من انه يكون شغال او مسؤول او غيره. في كثير مسميات كثيره للخوف، اصلا احنا جماعه يعني ننتبه له انه الزول ده خايف او عنده مشكله بتاعت خوف ممكن تأرغه وتدعبه وتكون مشكله له هاجس كبير في دنيته وموقف حياته. احنا عرفناه انه هو عباره عن شعور مزعج. نعم. هو عباره عن شعور مزعج بيوقف حياتك، ممكن يخليك انك ما تتواصل مع المجتمع، ممكن يخليك مخفخ تماما. انت بتكون متميز وبتملك كل مقومات النجاح. نعم. لكن ثابت في حتتك ما قادر تعمل اي حاجه. ممكن يكون عندك قروش كثيره انت لكن ما قادر توظفها لانك انت بتعاني من مساله بتاعت خوف او مشكله بتاعت خوف داخلي. نعم. في خوف طبيعي عادي اذا تكلمنا عنه هو قلنا ضروره يعني بيزول. نعم. نتائج مؤثر. نعم. هو في خوف اصلا احنا ورثناه من تربيتنا السلوكيه، ويتكلمنا كثير انه هي الاسره هي اللبنه الاولى، السبب الاساسي انك تزرع فيك انك تكون انسان عندك ثقه بنفسك ومقيم ذاتك ومقدره وبيمشي معك. في خوف غير طبيعي، خوف اصلا غير منطقي وغير مبرر. يعني مثلا تلقى زول كبير عنده اسرته واي حاجه، في ناس بيخافوا من اللحمه، يعني يمسك اللحمه دي اول ما يشوف اللحمه بتجيه يعني
اعراض انت بتتخلعي انها هي ممكن بتصدق انها ممكن تجي لزول اللحمه، ما يهم ناكل لحمه. نعم. لكن بننسى انه ليه هو بيخاف من اللحمه، ما بنمشي لاصل وجذور المشكله. نعم. بيخاف من اللحمه ليه؟ في اطفال اتكلمنا عن انه ممكن نضبح قدامه خروف الضحيه، بتبقى عالقه، اللي هو نتائج لفكره ونتائج لصدمه وموروث قديم من التربيه والسلوك الاسري ونمى معاه. نعم. وهو ما وقف عنده، يعني خلاص بيخاف من اللحمه، بيخاف من اللحمه ويبدا يبتعد عنها، ممكن ما ياكله نهائي. وفي ناس كثيرين نباتيين لانه بيخافوا انه مثلا ياكله. في زول بيخاف انه يركب المصعد، هو ما عارف ليه ما ركبه. ممكن انا وانا صغيره كده سايقني انا وامي ماشيين او انا وابوي، اول ما وصلنا للمصعد شعرت بانه امي هي الخايفه. نعم. فانتقل الشعور بتاع الخوف تلقائي من الام للطفل، فدخلت جواي الفكره ودخلت جواي التجربه انه الحاجه دي هي مخيفه او ما طبيعيه. نعم. فبتبدا بتكبر معاي وانا بكون خايفه، وبعد ما انا بقيت زوله كبيره وواعيه وبمارس في حياتي وشؤوني العائليه والمجتمعيه، لكن انا خايفه. اول ما اركب المصعد بتجيني كل اعراض الخوف المرضي، اللي هم بنقول له خوف مرضي، اللي هو مثلا بيكون فوبيا. نعم. من المناطق العاليه، فوبيا من انك انت، في ناس الواحد فيهم ما يقدر يطلع يعني مثلا الدرجه العالي السلم ده، لما يكون ماشي ممكن يكون ماسك او زول يعينه ويكون عرقان ويكون في خفقان، يعني يقول لك انا سامع صوت قلبي يعني. نعم. من شده انه هو خايف. ويكون متلحسن في الكلام، بيشعر بانه عايز يرجع، عنده قثيان. نعم. بيشعر بألم البطن. بألم وانقباض في صدره وانقباض في بطنه. نعم. بيشعر بصداع وهزيان، ويكون اصلا ما مركز هو بيعمل في شره. الناس اللي حوله كلهم بيكونوا مندهشين جدا ما شاء الله، يعني انت يعني مجرد الدرج ما عايز تركبه، لكن هو ما بنرجع لاصل المشكله. انه شنو خلاه انه هو ما يطلع في الدرج بصوره مطمئنه. نعم. ممكن هو يكون صغير، ما تطلع يا ولد في السلم لانك حتقح، لانك حتكسر رجلك، لانك انت حيحصل لك، لانك حيحصل كررت له الجمل، فبتبدا تتسبب عندنا في العقل اللاوعي بتاعنا، وهو ناسين انه احنا عندنا ذاكره طويله وذاكره قصيره. نعم. وعندنا مخزن، المخزن ده احنا ناسينه تماما بالنسبه لاطفالنا، فبيبدا يخزن ما حنحتاج له، لكن بيبدا متاصل فينا وفي سلوكياتنا لما احنا نكبر، وبيبقى لنا مشكله عند الكبر. في ناس كثيرين بيخافوا مش الرهاب الاجتماعي انك تتكلم وسط ناس، لا، انا ممكن اذا ماشي اقابل المدير بتاعي وعندي كل المعطيات الايجابيه وانا زول مؤدي مهمتي على اكمل وجه، لكن انا ماشي بس مجرد اني اقابل المدير، مجرد ان انا ماشي اقابل رئيسي، انا ممكن اكون برجف وممكن اكون خايف وممكن اكون ما قادر اقول كلمتين على بعض، وممكن انا اكون مالكه كل مقومات النجاح بتاعتي، والحاجه اللي انا ماشي اقدمها وانا المشروع اللي ماشي اقدمه للمدير بتاعي موضوع جميل جدا جدا ورائع وناجح فيه كمان، لكن ما قادر اقيف. المشكله انه انا ما فاهم ليه انا ما قادر اجيب. اذا جيت ناقشت والمدير بتاعك سيء، يقول لك والله بالعكس زول عظيم جدا ورائع وبيستمع لنا واي حاجه. نعم. انت مشكلتك شنو انك ما قادر تجيب؟ نعم. ما بحس في انه هو خايف ليه؟ ما وقف في حتته تحت الخوف دي، المشكله شنو في انه يخاف؟ في انا لاقتني يعني في مسار الشغل بتاعنا انه في زول بيخاف من الورود الازهار، في زول بيخاف من الازهار، لكن هو مجرد انها لونها احمر. لون احمر، عنده مشكله مع اللون الاحمر. اي يعني مثلا في ازهار فيها يعني مثلا شوك. نعم. ما تهبش يا ولد الزهره دي لانها حتطعنك، لانها فيها شوكه، لانها فخزنت الخبره القديمه ومن واحنا اطفال وبدات تكبر معانا. يعني السبب الاساسي بيكون في مرحله الطفوله، سلوك. نعم. هي كل الاشكاليات اغلبها مشاكل الخوف العامه. وبالذات من انك انت مثلا ما تقدر تواجه الناس. نعم. يعني اغلبها اللي هي تنميه سلوكيه بشريه من الطفوله. نعم. اللي هو نحن نقول للاباء والامهات شنو؟ اصل الواحده فينا اذا معاه صحباته في البيت ولا الاب معاه اصحابه، اول ما ولده يجوا يا ولد امشي هناك بينهروا. شفتي يا ولد امشي هناك دي؟ كثير تكلمنا عن رفعه الاصبع والنهره والقهره. امشي هناك دي خلاص. ليه؟ لانه انا بخجل ولدي مثلا او بنتي تجي تتلفظ بالفاظ او تدخل في الحوار بتاع الكبار اللي احنا بنسميه، وهي ما بتكون طبعا اكيد هي طفله او هو طفل ما منسخ كلامه. اديه فرصه خليه يجي يغلط، اديه فرصه خليه يتحاور مع الكبار ويعرف انه في مجتمع كبير راجيه عشان انا اقدر اقومه من خلاله. طيب. انا اعقب على الحته دي بتين عشان انا اخلق في ولدي او بنتي انه يكون عنده ثقه بنفسه وما يخاف من مواجهه المجتمعات. نعم. انه انا بعد ما الناس مشوا مني واي حاجه اكون حافظه كل الاشياء دي. واجي اقعده لكن ما بتعنيف، لكن ما بتانيب، لكن ما باساءه والفاظ تخدشه او تاذيه هو وتخوفه من انه ثاني يجي مثلا في المجتمع بتاع الناس الكبار. انا اجيبه اقول له انت في الحته دي كان ما المفروض تقول كده، وبيشبهك. شوفي كلمه بيشبهك دي شنو؟ نعم. معناه انت زول غيم، معناه انت زول رائع. يعني بجيب له العباره الجميله لكن إيجابية. بتشبهك انت كان بيشبهك انك تقول كده. يعني من غير ما انا انهره، من غير ما انا احجم شخصيته، اول ما انا نهرته، اول ما انا طلعته من مجتمعنا احنا بتاع الكبار، هو خلاص
رهب جاهه رهاب من ناحية المجتمعات بتاعت الناس طيب الكثيرة. معرفة جذور المشكلة هو الأساس. طيب الناس عرفت الجذور حقت المشكلة الأساسية، الخطوات كيف نعالجها؟ زول بيخاف من الطيارة، زول بيخاف من الظلام، زول بيخاف من الأسانسير، في خطوات إذا كانت الحاجة دي من الطفولة أخذت سنوات وترسخت جواي ممكن أحل المشكلة يعني؟ طب أي مشكلة لها حل، إحنا نكون نعم. واثقين تماما من الحاجة دي. من أول حل الجذور يعني من أول الخطوات اللي ممكن تحل الإشكالية بتاعت الخوف إنه أنا أكون عايزة أعالج نفسي. ما في ناس كثيرين خايفين نعم. لكن اصلا ولا عايزين، يقول لك يا زول كده دقيقه عليك الله انا من بيتين اصلا الحاجه دي ولا بتنفع معاي ولا عندي لا وقت ولا عايزه، وانتوا هتعملوا لي شنو؟ هتعلوني كيف؟ انا يا اخي مين ما قمت كده؟ شفتي كلمه مين ما قمت دي؟ يلا مين ما قمت دي هي الخلاص اللي بتثبت المشكله وبتخليها بالعكس انك انت متعايش معاها لكن مسببه لك ضجر ومسببه لك خوف ومسببه لك انك انت ما قادر تتاقلم مع المجتمع الخارجي. ما في عزيمه يعني ما في عزيمه ما في تميز. ليه في زول متميز وليه ما في زول متميز؟ نعم. يعني التميز هو داير الجرأه وداير قوه الشخصيه وداير عدم الخوف وعايز انك انت تكون زول مبادر. طيب انا زول خواف حتى لو بخاف من اجزاء محدده في من حياتي، هل انا حكون مبادر؟ هل انا حكون منجز؟ هل ممكن اعيش حياتي زيه زي اي زول تقليدي؟ لكن ما بتميز، واحنا عاده بنزعل على التميز يعني نعم. حتى لو التميز الفردي، فبتجي اختلاع المشكله من جذوره كيف؟ انه انا تكون عندي الرغبه الشخصيه انا عايزه اعالج نعم. انا امشي اطرق ابواب العلاج. دي البدايه، دي البداية. أنا نعم. لما اختنحتها عشان بيبدأ في علاج الخوف في تغيير بتاع معتقدات. ما أنت عندك اعتقاد إنه الطيارة دي أول ما تركبها خلاص يعني دنيتك بايظة يعني أنت عرقان وتعبان ويلا بتتخيل بتحجم الفكرة في جوا ذهنك إنه الطيارة حتقع وقحتها أنت أصلا راكب فيها وقحتها وأنت أول زول مت ودنيتك باظت. أنت لما ده معتقد داخلك وأنت كبرته وعايش فيه، فبالتالي الخوف أصلا مبذول وبيكون قاعد فيك بالعكس مترسخ وبيتكلم معاك بيحفزك أشياء فكرتك الداخليه بتحفزك ايوه حيحصل وما عارف شنو الكلام ده كله خلاص انت بتكون خايف. لكن لما اجي اغير لك انا معتقدك واجي اقعد معاك انا كمعالج وانبهك واتكلم معاك، اول شيء عندنا علاج المواجهه اصلا. نعم. هل اي طياره طارت في السماء وقعت بعدك؟ نعم. ما عندك ايمان بالقضاء والقدر؟ نعم. بعدك توكل على الله، بعدك في معينات اقرده على السفر يا اخي. نعم. هو بينفعك، هو بيسندك، هو بيخليك انك انت متكل على الله سبحانه وتعالى. كمان يوقف التفكير السلبي، يوقف التفكير ويوقف التفكير ايجابي. حول تفكيرك، حول تفكيرك من الاشياء اللي بتخوفك. نعم. اللي هو السلبيه، وانت اصلا خايف راكب من الطياره خايف من شنو؟ الطياره دي ما حلوه كده جوا وفيها وجبه رائعه وفيها افلام بتحضرها وفيها ناس بتتعرف عليهم وحتمشي بلد اخر بتكتسب منه خبرات، دي كلها مش دواعم ايجابيه. فبالتالي نعم. انت ليه خلي اتجاه تفكيرك كله انه الطياره دي انه حتقع ولا حتحصل لك وخايف وخايف ومركز بس على مساله الخوف. كمان بالتالي انه انا لو طرحت في الاسانسير ده حيتعطل بي. نعم. اول فكره بتخش لك سلبيه انه انا اول ما طلعت في الاسانسير حيتعطل بي، واول ما يتعطل بي اكيد نفسي حيتكتم، اكيد حاموت، اكيد الناس اللي حيجوني بتاعه حينقذوني. وفي حين انه احنا ناسين انه في تكنولوجيا بيجت وانه في موبايل انا حاتصل ما زي زمان يعني ممكن ينقذوني بسرعه ما عاديه. ليه انا ما ادعم نفسي بالافكار الايجابيه؟ عشان انا ابعد مني الافكار السلبيه اللي بتخلي انه الخوف يتاصل ويترسخ جواي وانا ما اقدر. بعدك في المواجهه يعني. نعم. يعني انت بتخاف من اللحمه دي، ما لحمه يعني انا بجدح فيك اللحمه دي لو هي يعني حتاكلك اللحمه دي والله حيحصل لك شنو؟ نعم. في اجراءات كثيره، في اجراءات كثيره احنا عايزين نتحدث فيها ببساطه. نعم. انه في اجراءات كثيره احنا بنعملها، وفي علاج الخوف اللي هو علاج نفسي وعلاج سلوكي. علاج نفسي وعلاج سلوكي. نعم. في ناس كثيرين الخوف بيسبب لهم اكتئاب وقلق وزعر وهلع، وده ياخذوا حاجات علاجيه بدرجه عاليه من الخوف. نعم. الزعر والهلع دي ممكن انك تكون نايم وتصرخ وتكورك، وفي ناس كثيرين او ما ينوم كم يوم ما ينوم أبداً. فبيبدا يتناول في العقاقير المهدئه والمنومة. وفي ناس كثيرين بيلجؤوا لانه يتناولوا المخدرات ويتناولوا العقاقير القير صحيحه اللي هي بتطلع من الحاله. يعني بتحسس انه خلاص هو بيقى زول شخصيته قويه يعني بيقدر يواجه الموقف. نعم. وبيقدر يواجه المساله بتاعت الخوف اللي هو بيعاني منها. نعم. ودي كلها اشياء مغلوطه. انت خلي عندك يقين داخلي ذاتي انك انت عايز تتعالج. نعم. العلاج موجود والعلاج سهل جدا بالمناسبه، ما صعب. في ناس بتصل مراحل عاليه من الخوف اللي هو بيجيه اكتئاب وبيجيه قلق دائم، فبتبدا الامراض من النفسيه تتحول الى نفسي جسميه. حاليا عندنا امتحانات الشهاده السودانيه على الابواب. نعم. وكثير من الناس او الطلبه ما شاء الله كبار بالغين هم ممتحنين شهاده سودانيه. الام في البطون والاستفراغ وصداع والهستيريا. نعم. اول ما مسك ورقه الامتحان نظره يقول لك انا ما شايف. ما بشوف. نعم. انا ما شايف
وتضيع عليه الامتحانات كلها وأول السنة كاملة. السنة كاملة وأول ما هو يرجع البيت ويقعد 3-4 يوم بيرجع له نظره تدريجيا، والناس يقول والله الحمد لله فتح وبقى كويس، لكن ما منتبهين ليه هو نظره راح منه مثلا او هو فجاه فقد النظر. نعم. في ناس فجاه كده مثلا بيخافوا من الاصوات بتاعت الصواعق والبرق والحاجات زي دي، بيفقد السمع بتاعه. نعم. يقول انا ما سامع. يعني هو عنده اعتقاد انه اي صاعقه ولا اي برق ولا اي شيء خلاص حتضربه حتحرق وحتعمل كل شيء، لان نتاج له فكره ولا خبره هو سمعها من جهه ثانيه، انه اي منطقه بتاعت كوارث، انه اي منطقه بتاعت الصواعق هي اكيد تؤدي الى الموت وتؤدي الى الهلاك. ما في اشكاليه، ايوه في حاجات زي دي، يعني لكن ما يتحول لجسديه. تمام. اي ما أيوة. تجي في شكل شلل تام وكذا، شلل ورعاش ويتعب جدا ويجي قي مفاجئ. نعم. وقي متكرر، يعني انت ما بتعرفي هو عنده شنو، والم وانقباضات في المعده حاده. انت ما بتعرفي انها برضه السبب الاساسي شنو. اي لكن نعم. المعضله الاساسيه والسبب الاساسي هو انه هو خايف. نعم. خايف من فكره محدده، خايف من موقف محدد، خايف من اشكاليه هو بيواجهها في حياته لكن ما قادر يصرح بها عشان انا ادعمك. انت ما بتقدر تعالي نفسك من خبرك ما لم تكن عندك العزيمه والقوه. في اجراءات كثيره، المواجهه والتخيل والسلوك والايحاء، انه انا اقعدك واعمل لك جلسه بتاعت ايحاء، انه اذا احنا طلعنا الطابق العاشر وادخلك في الحاله بتاعت التنويم الايحائي. نعم. عن طريق البرمجه اللغويه العصبيه، واقول لك احنا طلعنا الطابق العاشر، وادخلك في الايحاء الخيالي. طيب واحنا نازلين من الطابق العاشر بكل هدوء بكل سلاسه، انت بتطمئن ذاته خلاص نزلنا ونزلنا الارض دي ما حصلت بالتخيل. نعم. بالايحاء وبالعلاج السلوكي والعلاج النفسي، وانه انا اعمل لك جلسات كثيره 1 و2 و3، ما في علاج اصلا بينتهي بين يوم وليله. والعلاج بتاع الخوف ما في له عقارات، عشان ما في زول يقول لي انا حاعالج بالعقارات. مرحلة بتاعت إدمان العقارات بس مش مرحلة بتاعت إدمان، اللي هي أصلا بتغش نفسك يعني. لأنه المرحلة أنت تناولت أي فاليوم، خايف من الهلع، خايف من الكوابيس، خايف من الظلام، حتنوم حتقوم الظلام حيروح، لا زال ثاني يوم حيكون في ظلام. فأنت بالتالي بتكون شنو، بتكون مدمن على العقار اللي أنت مستخدمه، مستخدمه خطأ. عشان كده احنا قاعدين نقول للناس ما يخشوا دائما المواقع بتاعت التواصل ومواقع النت عشان يعرفوا مثلا أسماء العقاقير ويجوا يستعملوها عن خطأ. أيوة. أنت لازم تمشي لخبير ولمعالج نفسي، لازم تمشي لدكتور نفسي، في هم بيعرفوا يوجهوك في الحته دي بالذات. حكايه العقاقير من غير روشتات وعقاقير بالذات بتخص الاكتئاب وكده، لانه الادمان عليها سهل جدا. في شريحه كثير من الشباب بنلاحظ ادمانهم لحاجات معينه للاكتئاب وكده، بقت منتشره الايام بالذات ايام الاستذكار وايام كده، بنلقاهم كثير. نعم. بيتناولوه عشان يكونوا هو بيوهم نفسه، هو ما قوي على فكره ولا مكون قوي. نعم. بيوهم نفسه انه هو بقى مساهر وقوي وما خايف. طيب عشان الزمن دايرين خطوات سريعه، احنا قلنا اليقين اول حاجه والمواجهه، وبعد ما نقدر نقول انه من نفسك انت غير. نعم. من نفسك انت، انت لو ما اقتنعت انك عايز تعالج نفسك وتعالج الخوف في دواخلك ما تمشي تتجه اي اتجاه اخر. انت ادفع نفسك دفعي ايجابي واتجه للاتجاه الصحيح، وامشي لذوي الاختصاص، هم حيحلوا لك المشكله. ذوي الاختصاص هم حيحلوا المشكله. ده اخيرا الخوف عند الكبار، ده كان موضوعنا الليله، تدينا طاقه ايجابيه كبيره جدا بعد نهايه فقرتك يا استاذ عفاف. نشكرك جدا وان شاء الله فقرات جايه وقضايا اسريه مختلفه باذن الله. معكم الله. شكرا لك مشاهدي قوس قزح، خليكم معنا، فقراتنا لسه مستمره بس بعد الفاصل. مشاهدي قوس قزح، وصلنا لفقرة باترونات. فقرة باترونات بتهتم لنا بالأشغال اليدوية المختلفة، وموضوعنا الليلة صناعة العطور السودانية. هنتعرف على الموضوع أكثر بعد الفاصل. بديت بمهرجان العطور في فندق كورال لأكثر من 4 دورات شاركت فيها بعطور ويا هالخمر العادية، وبعد ذاك عندي ابتكاراتي أنا في مجال العطور السودانية. فكانت تجربتي أولا كهواية، أنا أساسا نشأت في أسرة يعني مو لعبة، حب العطور وبتحب العطور وبتفتكر إنه الخمر السودانية دي هي أجود أنواع العطور.
وما عندها بديل ولا منافس. وفي الحقيقة دي يعني أساسا حقيقة يعني ما افتكار. أنا بفتكر إنه التواليت السوداني من أقوى أنواع العطور السودانية، والحاجة دي بتحتاج مننا لأنه نركز عليها. ويعني ما شاء الله كان ركزنا عليها، يعني ما حيكون عندها منافس لا عطور عربية لا عطور باريسية، لأنه نحن بدأنا من حتة الناس يعني بفتكرهم ما فطنوا لها. نحن بنطبخ العطور، بالتالي العطور السودانية بتقبى معتقة، بتقبى كل ما تقدم كل ما ماشى أقوى. يعني بالنسبة للعطور الباريسية هي حاجة يعني ديسبوزابل، الزول بيجيب الفتيل بتاع العطر بيستعمله بيرمي الفتيل، لكن نحن لما نعمل الخمرة السودانية ما بنرمي الفتيل، لأنه طريقة طبخها كل مرة بنكب فيها عطور وبتتجود لنا أكتر وبتمشي معتقة. زيادة على كده نحن بنستعمل الصندلية، ما في غيرنا يعني دولة سبقتنا باستعمال الصندلية. زيادة على كده عندنا أنواع البخور، يعني الصندل صح ما سوداني، لكن عندنا أنواع الشاف والطلح والكوليت. فالليلة بخور حطوا الشاف، أنا بفتكره نمرة اثنين بعد الصندل، حتى لما يتعامل بطريقتنا نحن بيكون منافس. حس أنا شايف العرب عندهم عود العنفر وعندهم العودة كلها صح عندها نكهتها، لكن حاجاتنا نحن السودانية عندها نكهتها المميزاها وبتخليها يعني ما أخذ حيزة برا. بالعكس كمان نحن أجبرنا العرب إنه يحبوا حاجاتنا، الخواجات بمعنى إنه يعني أمريكا البلدان الأوروبية حتى الهنود بيجوا يحبوا حاجاتنا السودانية. فبالتالي نحن لما نقوم نستفيد من الحتة دي وتمشي في تطور وابتكار بيكون عندنا تميزنا. ودائما يعني الواحد يتعود إنه حاجاتنا السودانية دائما بين الشعوب الثانية مميزة. فبفتكر إنه العطور السودانية يعني دايرة وقفة، والوقفة دي بتكون بمجهود، يعني المجهود ده ما بيجي من نفر واحد. فالحاجة دي اللي قدام إن شاء الله حنجني سمارة وحتكون حاجة على مستوى العالم، إنه العطور السودانية حتكون نمرة واحد في العالم. فأنا أتمنى في يوم من الأيام إنه الحاجة دي حتى لو نحن ما وصلنا لها غيرنا يوصل لها، وإن شاء الله نحن بنصل لها. مشاهدي قوس قزح وصلنا لفقرة بنفسج. فقرة بنفسج تهتم بالجمال وبالبشرة وبالشعر، بنتكلم عن مشاكل مختلفة بتخص البشرة والشعر نتيجة لعوامل داخلية أو خارج جسم الإنسان. خليكم معانا في موضوع جديد بس بعد الفاصل. مشاهدي قوس قزح اهلا بكم في فقرة بالبنفسج. في الفقرة في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن اسباب تساقط الشعر، وفي فقرتنا الليلة اخترنا انه نتكلم عن علاج تساقط الشعر. لو بتتذكروا اتكلمنا عن انه في اسباب مختلفة بتؤدي الى تساقط الشعر، من اهمها التغذية، وقلنا انه كثير من الناس بيجونا في العيادات والسبب الاساسي بيكون من تساقط الشعر انه نوعية الغذاء السيئة، لانه بيعتمدوا على نوع غذائي محدد مثلا زي الكربوهيدرات، بيعتمدوا على النشويات، وبنسلينا مثلا الخضروات وبنسلينا الفواكه، وده بيؤدي الى فقد عناصر غذائيه مهمه زي الحديد والمعادن المختلفه، وفي النهايه بتؤدي لنا الى تساقط الشعر. في الحته دي بالذات علاج العامل المسبب هو الاساس. يعني احنا دائما لاي واحده يعني بيكون عندها تساقط في الشعر لازم بنعمل تحليل للهيموغلوبين او تحليل للدم. اذا لقينا انه عندها نقص في الحديد او اذا لقينا انها ضمها ضعيف، لازم هنا العلاج بيكون علاج تعويضي بعباره عن كبسولات او عباره عن حبوب بتحتوي لنا على الحديد عشان احنا نرفع نسبه الحديد ونعوض النقص الحاصل. لكن الحبوب براه عمرها ما كانت علاج، دائما بننصح المراه بانها هي تنوع في غذائها وتعتمد لنا على الاغذيه اللي بتكون فيها مثلا خضار داكن عشان بيحتوي لنا على نسبه عاليه من الحديد. وورينا امثله كثيره في برامج مختلفه في التغذيه انه نقص الحديد ممكن مصادر تكون من وين احنا ناخدها، ودي حاجة اساسية. انا بقول انه مهما كان العلاج مختلف لو ما عوضنا الحديد والنقص حق الحديد اللي هو السبب الاساسي في تساقط الشعر ما بيكون في علاج. يعني ما في حاجة اسمها علاجات خارجية او نحاول نعمل جلسات لشعر خارجية وننسى انه احنا نرفع نسبة الهيموغلوبين المنخفض او نسبة الدم المنخفضة.
من الحاجات الثانية تكلمنا عن أنه في ارتباط وثيق ما بين تساقط الشعر والعامل الهرموني. قلنا أنه في فترة الحمل بيزيد كثافة الشعر والشعر بيكون كثير جدا جدا، وده نتيجة لهرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين بيزيد الشعر في 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 فروة الرأس، والمرأة الحامل بتكون سعيدة جدا جدا بأنه شعرها بقى غزير وبقى طويل، وبيحصل العكس تماما بعد فترة الحمل أو أثناء فترة الرضاعة. هنا دائما أن إحنا لما نجونا بعد فترة الرضاعة بعد الأربع شهور أو الست شهور الأولى من فترة الرضاعة بنطمن الأم إنه الشعر اللي اكتسبته ده ما كانت ده الوضع الطبيعي، ده كان نتيجة لارتفاع هرمون الاستروجين، وأس هرمون الاستروجين رجع لمعدله العادي. وفي الحتة دي احنا بنطمنهم وبنقول لهم انه هم بيحسوا نفسهم انهم انا هقول لك يا دكتور هبقى صلعه، يعني شعري بقع بكثافه شديده. بقع الشعر الزايد، الشعر الغير الجايب جس بس من الاستروجين، وبعد ذاك الشعر كله هيرجع في حتته بعد تنتهي فتره الرضاعه، وبعد ما يرجع هرمون الاستروجين في محله هنا ده بنطمنه. لكن برضو ان احنا بنديهم عباره عن كبسولات او حبوب بتحفز برضو نمو الشعر عشان نحاول نطمنه، وبنوصيهم على الاكل في فتره الرضاعه عشان فتره الرضاعه برضو بتستهلك كثير من المخزون الغذائي داخل جسمها. اذا هنا بندي فيتامينات وبندي برضو حاجات خاصه بالشعر تساعد في انه الشعر ما يساقط بصوره مخيفه بيزعج المراه المرضعه لدرجه ممكن ياثر على نفسياتها وعلى رضاعتها لطفلها. بس بيفتكروا انه هي الرضاعه هي السبب الاساسي ويوقفوا الرضاعه، طبعا دي معلومه خاطئه جدا جدا. اذا وقفت الرضاعه او ما وقفت الرضاعه الشعر اللي كان نما في فتره الحمل هيرجع لانه هرمون الاستروجين رجع لمعدله الطبيعي. عندنا الصلع عند الرجال، واحنا قلنا هنخصص له حلقه كامله الصلع عند الرجال، لكن عموما الصلع عند الرجال نتيجه لمستقبلات في الجذور بتاعة الشعر، يعني في الجذر بتاع الشعر في مستقبلات، المستقبلات دي بتكون حساسة جدا لهرمون الذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون. لما ارتبطوا مع بعض المستقبلات في جذور الشعر والهرمون بتاع التستوستيرون ارتبطوا بيؤدي إلى تساقط الشعر، فده بيختلف طبعا، والعامل الجيني اساسي في الموضوع. يعني في ناس بتكون الحساسيه حقتهم لهرمون الاستروجين التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره ما زي الباقيين، عشان كده بنلقى ناس عندهم استعداد وراثي تام بانه يكون عندهم صلع رجالي. ونحن بنقول لهم انه نحن في لو بدا الصلع الرجالي ذاته درجات، يعني بيبدا من جلحات الى ممكن يعم فروه الراس كامله. احنا هنا لو بدا البدايه وجونا في العيادات احنا دائما بندي محفزات بتاخر تساقط الشعر، بتكون عباره عن رش موضعي بيحتوي على ماده المينوكسيديل واللي هي ماده بتساعد في توسيع الاوعيه الدمويه وانه الدم يجي لفروه الراس ويغذي لنا الشعر ويمنع تساقطه. واحنا دائما احنا بنقول انه نقول للمريض انه احنا بنأجل تساقط الشعر لكن ما هنوقفه تماما بالبخاخات الموضعية وبالعلاجات الموضعية بالإضافة للفيتامينات، بنأجله لمثلا سنوات يعني، لكن ما ممكن احنا نوقفه تماما لانه الحساسية ضد حساسية المستقبلات للهرمونات تحت الذكوره موجوده صعب جدا ان احنا نوقف الحاجه دي. ولو في حبوب بياخدوها برضو ما في السودان خارج السودان اللي هي بتقلل لنا هرمون الذكوره لدى الرجال، وانا ما بحبذ الحاجه دي تماما لانه اختلاف الهرمون داخل الجسم برضو بيؤدي الى حاجات ثانويه كثير انا هنتطرق عنها في حلقه مفصله. ولكن العلاجات الموضعيه هنا اللي بنصح بها، وممكن يمشوا الناس لاكثر من كده اللي هو زراعه الشعر بس، لكن هنا المساحه بتكون كبيره في انه احنا دايرين نزرع شعر. يعني لو الحكايه بسيطه مثلا اذا كانت جلحات او في مقدمه الراس ممكن ان احنا نستعين بشعر من اسفل الراس نجيبه لقدام الراس ويتم زراعه الشعر، وزراعه الشعر حصل فيها تقدم كبير جدا جدا، ودي ممكن يكون احد الحلول. لكن لو كانت الحاجه موضعيه ما كانت عامه كل الراس. بنجي لأسباب تانية مثلا تكون أسباب مناعية. لو كان السبب المناعي، لو ما عالجنا السبب المناعي الأساسي ما ممكن أن احنا نوقف تساقط الشعر. كل النساء اللي بيعانوا من الغدة الدرقية، نشاط الغدة الدرقية أو انخفاض الغدة الدرقية، الغدة الدرقية واضطرابات هرمون الغدة الدرقية هو الأساس في الموضوع. لو ما نظمنا الهرمون استحال احنا نتعالج، لأنهم هم بيبتدوا بيفتكروا انه عندهم اسباب ثانيه وما بيجوا للعلاج، وحتى لو اديناهم الهرمونات ما بياخدوها والشعر بيكون مساقط، وهم بيعملوا في علاجات خارجيه وجلسات خارجيه بتكلف الالاف الجنيهات وما بيكون في حل يعني جذري واضح. السبب الاساسي موجود هو الاضطراب الهرموني، علاج الاضطراب الهرموني هيرجع لي الشعر كله في حتته وهيوقفه. فاذا كان العامل مناعي، اذا كان الغده الدرقيه، ارتفاع الغده الدرقيه او هبوط الغده الدرقيه، اول حاجه علاج العامل المسبب، بعد
الداكن احنا بندي محفزات انه تساعد في نمو الشعر مره ثانيه. من العوامل المناعيه برضو زي الثعلبه، الثعلبه هي هنتكلم عنها برضو في فقره يعني منفصله لانه الموضوع عن الشعر عالم كبير جدا جدا. الثعلبه هي غير معديه اطلاقا، وانا يعني في برامج كثيره تكلمنا انه الثعلبه غير معديه تماما، بتجي للاطفال وبتجي للبالغين وبتجي للكبار. والثعلبه عباره عن دوائر من الشعر مفقود تماما، وهي نتيجه لعوامل مناعيه، يعني جسم من داخل الجسم، الجسم داخليا عمل اجسام مضاده ضد بها الجذور بتاعت الشعره وساقه الشعر، لكن هي غير معديه وهي غير اطلاقا بكتيريه او فيروسيه او كده. فعلاج هنا ده برضه بيتم عن طريق مركبات كورتيزون او مركبات استيرويد موضعيه، بالاضافه لبخاخات موضعيه رش برضه، وبالاضافه لفيتامينات احنا بنديها لمده طويله، وبعلاج العامل المسبب اذا كان برضه الضغوطات النفسيه بتلعب عامل كبير في الثعلبه. وفي اسباب ثانيه برضو زي مثلا الصلع الناتج من شد الشعر او من نتف الشعر. احنا بنوصل الامهات انه اطفالهم البنات الصغار ما يحاولوا يشدوا لهم الشعر بالباندات، ده بيؤدي الى تساقط الشعر مره ورا مره ورا مره، بيؤدي الى عدم نمو الشعر مره ثانيه. وفي طبعا عباره عن نتف الشعر، نتف الشعر المرضي ده ان احنا ما بنعالجه برانا، بيعالجوا معانا الاطباء النفسيين، والغائمه طويله حقيقه، بس الزمن قصير انه احنا نتكلم عن اسباب كثيره وعلاجات مختلفه. بس انا احب اوضح هنا في انه السبب بيختلف، العلاج بيختلف، ما علاج تساقط الشعر ما حاجه واحده ولا سبب واحد، لانه في ناس كثيره بتفتكر انه الدواء ده استعملته فلانه او فلانه او الكريم ده استعملته فلانه او فلانه هيكون علاجي. نعرف السبب، نعالج السبب، ده هو الامثل. فعلاج تساقط الشعر ده كان موضوع حلقتنا الليله، وبانتهاء فقره بنفسك بتنتهي فقرات حلقتنا الليله. واكيد بس انا بحب اقول لكل المشاهدين لو حبيتوا تشاركونا عبر صفحتنا في الفيسبوك وعبر الايميل البرنامج، بنكون سعيدين لكل اقتراحاتكم لكل فقرات البرنامج. حتى لو حبيتوا تشتركوا معنا في فقره باترونات، ما عليكم الا تراسلونا على ايميل البرنامج او صفحتنا في الفيسبوك. في امان الله.